بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ سنة خامسة ابتدائي، إذا استكمالا دروس اللغة العربية المقطع الرابع اللي هو مقطع التنمية الوحدة الأولى حول التلوث. تناولنا النص المنطوق والسياق وألاحظ وأتحدث اليوم بحول الله كتابة وضعية إدماجية حول ماذا؟ حول التلوث. إذن أسباب التلوث ونتائجه. الحين نقرأ السند ثم التعليم. إذن ماذا لدينا؟ التلوث ظاهرة يزداد انتشارها بشكل مستمر، وتزداد خطورتها على الأفراد والدول. في فقرة تحدث عن مظاهر التلوث، المطلوب الأول أسبابه وآثاره السلبية، موظفا جمع تكسير. إذا أنا تسلسل أفكار كما ذكرتها لكم سابقا، منين نجيبوها؟ نجيبوها منا من التعليمة. وش المطلوب؟ هو المظاهر. إذا راح نتحدث أولا على مظاهر التلوث، أسبابه، ثم في الأخير آثاره السلبية، دون أن ننسى أكيد جمع تكسير. الحين نبدأ أولا المقدمة. المقدمة في مثل هذه المواضيع، مثلا التلوث، مثلا العمل، مثلا الماء، نستطيع أن نعرف هذا المصطلح. أنا اليوم عندي مصطلح التلوث، أستطيع أن أعرف ونستعمل تعريف التلوث كمقدمة، كما أستطيع أن أستعمل هذه التعليمة كمقدمة. إذا نبدأ. إذا المقدمة ماذا نقول؟ نقول التلوث هو انتشار النفايات المنزلية والصناعية بالمحيط، مما يسبب أضرارا بالبيئة والمياه وحتى الهواء. ببساطة شديدة التلوث هو انتشار النفايات. أما النفايات، النفايات المنزلية والصناعية بالمحيط، وش هي مظاهره يعني أنواعه؟ هنا قلنا أنواعه هو تلوث بيئي وتلوث المياه وحتى الهواء. هذه هي أشهر أنواع التلوث، لأنه كاين أنواع أخرى في التلوث. الآن ندخلوا للموضوع. هنا فقط عندنا جمع تكسير مياه، جمع تكسير. وللتلوث أسباب كثيرة ومتعددة، فهو نتيجة لما تخلفه المصانع والمستشفيات من دخان ومواد مختلفة، صناعية، كيميائية، بلاستيكية. وللمخلفات المنزلية دور أساسي في تلوث البيئة، كما أدى الانتشار الواسع للمركبات من سيارات وحافلات وحتى الدراجات لانتشار الدخان والتأثير سلبا على الهواء. إذن هنا أول شيء راني ذكرت الأسباب، دخلت للأسباب. هنا أيضا عندي جمع تكسير المصانع. نأتي للمطلوب الثاني، وش قلنا؟ وقلنا الأسباب وماذا؟ والآثار السلبية. إذن راني في الموضوع، ندخل للآثار السلبية. ونتج عن التلوث آثارا الألف التنوين سلبية كثيرة على الكائنات الحية من حيوان ونبات ومحاصيل زراعية. ويعتبر الإنسان المهدد الأكبر بهذه الأخطار، وذلك بانتشار الأمراض المزمنة كالحساسية، الربو، وحتى السرطان. ولا ننسى الأمراض الجلدية. راكم تلاحظوا لهنا ذكرنا على أخطار التلوث على الكائنات الحية بما فيها حيوان ونبات ومحاصيل زراعية، وركزنا على الإنسان والأمراض التي قد تصيب. هنا بإمكان التلميذ أنه يزيد يتوسع. أنا راني نكتب في وضعية تكون مناسبة لجميع التلاميذ، يكتبها التلميذ الأقل من المتوسط والمتوسط والممتاز وكذا. إذا وتلاحظوا أنه في هذه الفقرة كان عندنا عدة كلمات جمع تكسير. عندنا هنا محاصيل، عندنا أمراض. نعم عندنا محاصيل وعندنا أمراض. الآن نأتي للخاتمة. إحنا في الموضوع ما طلبش منا أنه نتحدث على طرق الحد ولا كيف نتفادى التلوث. نستطيع إحنا في الخاتمة أنه نعملوها
كنصيحة ولكن باختصار، لأنه مش موضوعنا، راهي خاتمة فقط. إذن ماذا أقول في الخاتمة؟ إن كوكب الأرض مهدد تهديدا حقيقيا هنا فقط أعيد إن كوكب الأرض مهدد تهديدا حقيقيا، ولذلك أصبح من الواجب على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته كاملة للحد من هذه الظاهرة، كتنظيم مواعيد رمي النفايات وفرزها لإعادة تدويرها واتباع طرق الردم الصحية واستعمال الطاقات المتجددة. فقط ملاحظة هنا بإمكاننا أن نختصر. هنا في الخاتمة بإمكاننا أن نختصر، يعني ما نكتبوش هذا الشيء فقط، نكتبه بضرورة تحمل الإنسان لمسؤوليته للحد من انتشار ظاهرة التلوث البيئي. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا. راح نترك لكم هذه الوضعية في الموقع بحول الله كالعادة. أقرأوا هذا الموضوع، زيدوا ادخلوا قنوات أخرى، مواقع أخرى، ثم قوموا بتلخيص بطريقتكم أنتم أعزائي التلاميذ. هكذا يتعود التلميذ على الكتابة. نقول لكم في أمان الله، نلتقي في فيديوهات أخرى.